إن شاء الله راح نتكلم عن مسببات القرحة الهضمية. في السابق كانت يعني تعزى أسباب القرحة إلى الضغوط النفسية والقلق والتوتر العصبي. طبعا أيضا كشفت البحوث الأبحاث الطبية الحديثة أن مسببات القرحة الهضمية تتلخص يعني في عاملين أساسيين، هي الإصابة بالبكتيريا الحلزونية، وأيضا استعمال الأدوية المضادة للالتهاب. هذه يعني أحد العاملين الموجودة في إصابة المعدة بالقرحة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.